وبعد ذلك ماذا؟ كان شياب يقول الدخول في الانتخابات مساومة للإسلام، وما عرفنا إلا وقد دخلوا في الانتخابات. وهكذا المهم إمام على طريقة النبوة وعلى طريقة السلف الصالح، لا انتخابات من أول الأمر، من أول الأمر إمام بالطاغوتية وإمام بمجلس النواب وقرارات المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خير له أن يجلس في بيته. أما هذا الأخير الذي يعني يبغي يقيم دولة ديمقراطية على الانتخابات الديمقراطية، اسمعوا يا إخوان، أتدرون ماذا قال راشد الغنوشي قبحه الله؟ قالت الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا، يعني إن أصلها إسلامية، أصلها إسلامية ثم بعد ذلك رجعت إلينا. والله المستعان، يا أهل الإسلام تحكيم الأشخاص يعني وجعلهم مشرعين، أم الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبعدها يقولون أنت تسب العلماء، أنت ما تعرف العلماء يا مغفل. أنا ما أسب العلماء، أسب الحزبيين، أسب الطاغوتيين، أسب الديمقراطيين، أتحداك أن تثبت أنني قد سببت عالما من العلماء. أي نعم، على أنني بشر لا يمنع أن أسب عالما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة، أي وليس أهلا لذلك. فالمهم راشد الغنوشي مدبر من المدبرين، ولا ينبغي أن يقال فيه عالم ولا داعية، اللهم إلا أن يراد داعية إلى الضلال فصحيح. نعم.